باعتقادي أنه ميناء الفاو هو من الموانئ اللي لن يكتب لها النجاح على الإطلاق، لأنه الإرادة الدولية والإقليمية وكذلك الداخلية تمنع إنشاء هذا الميناء، لأنه إحنا الآن تقريبا 19 سنة على سقوط النظام، وأنا أول وزير وقعت على مذكرة تفاهم لتنفيذ هذا الميناء عام 2005 ولم ينفذ لأنه لم يكن هناك قانون استثمار. فيما بعد توالت يعني الحكومات المتلاحقة في العراق، وكل حكومة كانت تعطل هذا الميناء، ولكن الأهداف واضحة أن هناك ضغط دولي إقليمي داخلي، فساد بيروقراطية، عدم وجود متخصصين وخبراء، والكثير من المشاكل. أعتقد بالتقرير اللي قدمتيه جنابك واضح الأمر، هناك من يعني يسعى خلف الكواليس لتعطيل إنجاز هذا الميناء. قلنا في أكثر من مناسبة قبل سنتين، شكلنا أنا والسيد كريم والكثير من الأخوة المختصين، الأستاذ ولد عبد اللطيف والسيد أليكس وركس والكثير من الخبراء، مؤسسة الفاو. وهذه المؤسسة بصراحة أنه دعت في أكثر من مناسبة أنه يتم يعني استشارة مختصين وخبراء و استثمار يعني اقتصاديين ومستثمرين في موضوع ميناء الفاو، لأنه هذا الميناء هو ميناء استراتيجي، هو مشروع كبير، هو مشروع تنمية اقتصادية، هو ليس مشروع ميناء يعني بسيط. وإلا العراق ليس بحاجة إلى موانئ، موانئ أم قصر وخور الزبير كافية لسد حاجة العراق، ولكن كان الهدف من هذا الميناء هو أن يكون حلقة وصل وربط بين الشرق والغرب، ويعني ممر تجاري مهم في المنطقة وعلى مستوى العالم. وأعتقد أنه أيضا في التقرير يعني نوهت إلى أنه صراع المحاور له تأثير كبير في موضوع إنجاز ميناء الفاو.